عادت الفنانة المغربية مريم حسين المقيمة في الخليج لميدان السينما من خلال دور البطولة في فيلم يحمل عنوان دراهم، جرى تصويره في أبوظبي من إخراج جليل مردود. وقالت إن سبب غيابها عن السينما لحوالي سنتين له العديد من المبررات، منها البحث عن دور يناسبها وحياتها الأسرية والتفرغ لتربية ابنتها، وتلعب دورا مركبا صعبة السير. قالت عنه إنه تنتظره منذ زمان، إذ تجسد الشخصية المحورية في الفيلم وهي فتاة تزوجت زوج الأهل بالاغتصاب ولم تنجح في حب زوجها وجو الأسرة الذي عاشته بلا حب أو انسجام أو تفاهم، وتحدث كذلك أحداث مثيرة ومشاكل متعددة. ويحمل الفيلم أفكارا واقعية وتدور أحداثه حول المال وتأثيره على سلوكيات عدد كبير من الناس، كما يتناول قضايا اجتماعية أخرى ذات تأثير كبير على حياة الآلاف في المجتمعات العربية والخليجية بصفة عامة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.